الغارة الإسرائيلية التي قتلت 40 نازحاً معظمهم من النساء والأطفال في مدرسة تابعة للأونروا بغزة استخدمت فيها إسرائيل قنابل أمريكية حسب ما نقلت صحيفة واشنطن بوست عن خبراء أسلحة. الخبراء قالوا إنهم فحصوا لقطات الحطام الذي خلفته الغارة وتبين أنه تم استخدام قنبلتين أمريكيتين صغيرتي القطر من طراز GBU-39 كما كشف راهول أودوشي أحد كبار المحللين في فريق الأسلحة بشركة الدفاع جينز عن أن الحطام والثقوب الموجودة في المبنى تشير إلى استخدام هذه القنبلة. القنبلة هذه هي نفسها التي استخدمتها إسرائيل بقصف مخيم النازحين بمدينة رفح جنوب قطاع غزة في نهاية مايو وأوقعت عدداً كبيراً من الضحايا، فهي قنبلة من نوع جو أرض موجهة ودقيقة مخصصة لاختراق التحصينات والثكنات العسكرية ونسفها من الداخل، صنعتها شركة بوينغ وأدخلتها الخدمة الفعلية أوائل القرن 21.